ميستي انت نجمة الروك، واذا بدك تطيبي فانت لازم تاخدي الدواء هلا. برافو شطورة. يلا بس ماما الدواء طعمته مرة كتير. لا ما نمر لهالدرجة ميستي. بابيتي انقذني من ماما. انقذني من ماما؟ الدكتور ضربك ابرة كبيرة وبتوجع وهلا صعبان عليك الدواء؟ ماما هداك الدكتور كتير ذكي، ضل يلعب معي لحتى ما حسيت انه ضربني الابرة. وانت ابتسامة ما عم تبتسمي بوشي. بالله عن جد؟ يعني صرتي معجبة بالدكتور بيوم واحد يا زعرة؟ ماما هو كتير حلو، اذا قابلتي رح تنعجبي فيه. يلا لكان شربي الدواء، شطورة انت. مو طبيعي هالشبشو بن حلال، نحن عم نحكي عنه وهو عم يتصل. ميستي هلا بدك تاخدي الدواء. ايه اهلين دكتور، كيفك شو اخبارك؟ مرحبا ايشان، كيفها ميستي؟ هي منيحة هلا؟ انا كتير اسف بخصوص اللي صار. ولا يهمك، انسى اللي صار، انقضيت على خير هالمرة. بس بدي منك خدمة صغيرة. ايه طبعا اطلب، صاير شي جديد؟ ايه والله صاير يا دكتور، هالمرة المشكلة كبيرة. ميستي ما عم تاخد الدواء. ما في مشكلة ابدا، اعطيها الموبايل انا بخليها تاخد الدواء. ايه جرب لكان، بلكي بتسمع منك. كيفك يا حلوة؟ ليش ما عم تحكي حبيبتي؟ فيك شي؟ واجعك شي؟ اذا حكيت ماما رح تشربني الدواء غصبا عني. ها طيب. اسمعيني لك، انت مثل هداك العصفور الصغير. مره راح عصفور صغير لعند الثعلب وقال له انت كيف فيك تعيط بصوت عالي وتصرخ والكل يخاف منك بس تعمل هيك؟ هو 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 هيك هو هو. قال له الثعلب وانت كمان فيك تعيط مثلي تماما اذا شربت الميه اللي بالقنينه، مع انه طعمتها مره، بس اذا شربتها رح يصير صوتك عالي كتير مثل صوتي، ورح يصير فيك تعمل هو هو مثلي كمان، ورح يصيروا حيوانات الغابة يخافوا منك، وما عاد حدا يسترجي عيط عليك أبدا. وهلأ أنت إذا أخذتي معلقة واحدة من هذا الدواء رح يصير فيكي مثل العصفور. هو هو شايفة؟ هالدكتور بيجنن عن جد، بيسيطر على عقل الولد. نادر لنشوف دكتور مثله هالأيام، شكله كتير شاطر، لازم نطور علاقتنا فيه أكتر. هو دكتور كمان، هو أبوه لرفيقة ميستي المقربة، لهيك شو رأيك نعزمه على عشاء يوم العيد؟ ميستي أعطيني هالموبايل. ايه دكتور شو بدي أقولك؟ ايه تفضل. نحن عازمينك على العشاء لعنا على البيت لنحتفل بالعيد مع بعض. صراحة ما فيني، عندي شغل كتير، ما في داعي تعزبوا حالكم. لك كيف ما في داعي يا رجل؟ أنت أبوها لأحسن رفيقة عند ميستي. إيه بس عشاء العيد بنعمل مع العيلة وبس. أنت كمان صرت من عيلتنا، صارت ميستي وباري إخوات بالروح مو بس رفقات. ليك أخي رح لك شغلي، أنا عندي مطعم بياخد العقل، بس ما فيني أتحدى أكل أمي لأنه مطعمي ما بيقدم أطيب منه، وبكل العالم ما راح تلاقي أطيب منه قد ما فتلت. فشو قلت هلا؟ خلص ماشي لك، أنا بستسلم، رح أجي اليوم أكيد. ماشي ماشي، شوفكم باي. مبسطي هاي باري جاي المسا. هلا ارتاحي يا روحي مشان تقدري تلعبي مع المسا، صح؟ يلا حبيبتي. ينعاد عليك يا ميسي. ينعاد عليك يا باري. كيفك ميسي؟ أنا تمام كتير منيحة، مو شايفة؟ ينعاد عليك، كيفك؟ ينعاد عليك خالتي. بدك تشوفي الفتاش؟ ميسي يلا نشعل الفتاش. إيشان؟ نعم. دير بالك عليهم، أكيد. بدي سلم على عائلة باري. ماشي خدي بنتي تعالوا لهون يلا.
بابا أنت أذيت؟ خالتي هذا بابا. بابا كتير حباب. مو حلو؟ ايه عمو هي هي ماما، ماما الحلوة. شو ما يكون حابين تعرفوا علي؟ أنا مين بكون؟ بلا هاد بيكون بابي. ينعاد عليك دكتور ملهوترا. ينعاد عليكم. ينعاد عليك. شكرا. دكتور ملهوترا، مرتك ما اجت؟ ميسي فرجيني ايديكي. شو هاد؟ كثير وسخين. حاج تلعبي بالفتاش، يلا روحي غسلي. تعي انا بغسل لك اياهم. باري تعي. الولاد بهالعمر بيحبوا يلوتوا حالهم. تفضل. انا شوي بلحق. بالاذن منك عندي شغله. ماما خليني العب شوي كمان. تعالي أنا بفرجيكي. يلا تعوا خلونا نلعب، قصدي نشغل الألعاب النارية. هي! إذا هيك الموضوع منروح، بس إذا بدك تجي لتبيني شجاعة ما تجي. خلص إيشان، عن جد كنال، كنال ما عاد بيعنيلي. هو صار من الماضي وأنا هلأ كل اهتمامي بالحاضر، ما رح يأثر فيني. يعني كنال ما له قيمة ولا أهمية بحياتي. عمو الدكتور تعال خلينا نشغل فتاش. بابا لو سمحت تعال خلينا نشغل فتاش.
لا بنتي، تأخرنا وبدنا نروح. يلا إذا بتريد خلينا كمان شوي، مو بدنا نتعشى هون؟ حبيبتي تأخر الوقت ولازم نروح على البيت. يلا امشي. عمو كيف بدك تروح هلا؟ انت قلت انه رح تجيب باري لنتعشى ووعدتني، ونحن لهلا ما اكلنا شي. اذا بتريد عمو لا تروحوا هلا. اي بابا انا كتير جوعانه، خلينا نروح نتعشى. انت وعدتني انه نجي نتعشى هون مع الكل. رح نجي لهون بيوم تاني، هلا بدنا نروح. امشي. دكتور كونال، ما بصير نوعد الاولاد بشي ونخلف فيه. بالحقيقه ما بصير نخلف بوعودنا لاي حدا، وانا ما بحب اعمل هيك. فشو قلت؟ دكتور ملهوترا، البنات مصرين يروحوا، لهيك منروح. خلينا نتعشى بشي مطعم قريب، وفينا ناخد المدام ملهوترا بطريقنا. لا عمو، ماما ما بتروح لمكان، امي بتضل كل وقتها معنا، انا وبابا ما بتتركنا، مو هيك بابا؟ هي ما رح تجي بس نحنا. ميستي يلا. باري باري تفضل. وانت دكتور ملهوترا، شو بتحب اطلب لك؟ شو بدك تاكل؟ اي شيء على ذوقك. انا بنقي. باري نحن هلأ بمطعم، بقى لا تعذبي. أنا ما رح طعميكي، رح تاكلي لحالك بالشوكة والسكين، ماشي؟ بابا طالع له كرس، لأنه ماما ضلت طعمي أكلات كتير طيبة لحتى سمن. نانديني، رح أعطيكي قائمة بأكلاتي المفضلة. ها ها، نانديني انسي هالقائمة وما تردي عليه، لأنه هو بيزمن بسرعة. كوني خبير بالأكل ومدير مطعم، فكمان بحب الأكل. طيب اليوم الأكل رح يكون على ذوق البنات. هاي باري، رح ناكل أكلتنا المفضلة، بتشارطي إنه فيني آكل أكتر منك؟ ماشي بشارط، وحتشوفي كيف رح فوز. يلا خلينا نشوف مين رح يفوز فينا. بتشارطي إني رح فوز؟ لا أنا رح فوز. لا ميسي، ما رح تاكلي عكيفك. هلأ بتطلبي فطاير وبتشبعي من أول لقمة مثل العادة. أنا بطلب لك. إيه باري، الحكي إليك كمان، أنا حأطلب لك ورح تاكلي منيح، ماشي؟ أنا بطلت آكل. وأنا كمان. ما بيصير هيك، معناها رح أطلب أنا، رح نجيب رز وجاج كرمال البنات، أكيد رح تعجبون، ما هيك؟ بس أنا ما بحب الرز، وأنا ما بحب الدجاج. طيب لكان، منطلب معكرونة. إيه، وبدنا بوزة كمان. إيشان، طلب لهم رز برياني وجاج، مو هي أكلتك المفضلة؟ بلا، بس بزيت خفيف. طالما هيك بدك فمن عيوني، يعني لما تطلب الدكتورة ما فيني إلا لا أبداً. بالمناسبة دكتورة، فينا نطلب بوزة بعد الأكل؟ بالأول البرياني بزيت خفيف، بعدين البوزة. مولي بسطت لأني شفتك سعيدة، منيح يلي تقابلنا. أنت لقيتي شريك حياتك ومبسوطة،
الحياة عوضتك، لأنه أنا ما قدمت لك غير الحزن والوجع. آسف مولي. منيح أنه التقينا لحتى تعرف أنه وجودك ما بيفرق عندي ولا بيأثر فيه. للحظة توهمت أني ما بقدر أعيش بلاك، بس اليوم عرفت أني عايشة ومبسوطة كتير كمان. وجودك معي وعدمه واحد، أنا هلأ قوية ومنيحة. دكتور ملهوترا، أحكي لنا عنك، يعني كيف حياتك؟ وطمنا عن شغلك. بصراحة نحن ما كنا بالهند، ما لنا زمان راجعين، بس طبعاً انبسطنا أن رجعنا. أي بس الاستقرار بمكان جديد صعب، خاصة على الأولاد وعلى الستات البيوت، وكمان تغيير مدرسة باري. و الحقيقة ما واجهنا مشاكل بمدرسة باري أبداً. المقابلة تبعها كانت كتير منيحة، لهيك انقبلت بسهولة. بابا دائماً بيعلمي على كل شيء، وعلى طول بيساوي لي كل شيء بدي إياه. يعني باري غنوجة البابا. ايه وغنوجة الماما كمان. أصلاً أنا بشبه ماما كتير. نفس العيون ونفس الغمازات. بابا على طول بيقلي إني نسخة عن ماما وإني حلوة مثلها وإني مثل الملاك. طالعة بتاخدي العقل. آسفة. ولا يهمك حبيبتي. عادي. أنا آسفة، ما كان قصدي. شكرا. ميستي تعي طعمي لبابي، هو كتير بيحب هاي النكهة. شو نسيتي؟ مولي ما أنا مشكلة، بس أنت كتير بتحب هالنكهة. شكرا بنتي. كتير منيح، الأكل كلياته خلص والبوزة خلصت هلأ كمان، في فارتين أكلوا كل شي على الطاولة. لا نحنا مو فارات، نحنا أحلى وأقرب رفقات. أصلاً باري هي أختي الصغيرة. هي مو بس رفيقتي، هي كل حياتي. طبعاً نحنا أكثر من رفقات، يعني فيك تقولي إخوات، هي قطعة من روحي. لا 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 لا، أنا مو أختك. البابا إلي لحالي، وأنا ما بقبل أبداً حدا شاركني فيه. هو أبي أنا وبس، أوكي؟ مستي يلا خلصي البوزة بسرعة، مسكي بدنا نرجع على البيت. حبيبتي أنا طالع أجيب سيارتي، صفيتها كتير بعيد. بقى بشوفكم برا يا جماعة. أكيد. منروح؟ إيه. يلا. يلا يلا. أنا كتير آسف، صار لك شي؟
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.